وحامل الجرة تتمايل على الجنبين. الله يعطيك العافية، والله ما شاء الله الحلال يعني مرتب الله يسعدك. وش ودي أقول، تعطيني بالله لو سمحت هذا الخروف الأبيض. شوف يا الأخو، والله أنا شايف لك الخروف ما هو موالف، وش رأيك تأخذ غيره؟ لا يا عمو الله يسعدك، ودي الأبيض، لحاس إنه يعني مخي راكب على مخه. وش ودي أقول، قد إيه ودك تحسب النية؟ هذا يا الأخو بمئتين نيرة. يا زلمة شو مئتين نيرة يا زلمة؟ شو أنا بدي أنزل له نيابي؟ والله ما نمفشلك، يلا قول 180. وش قلت؟ بارك الله فيك. وعنامك بتتقحقح مع سل وتفويد. يعني هالشيء وشو اللي جبته؟ يعني ما كنا معانا سل وتفويد. امشي واسكت، امشي. اي استغفر الله العظيم، وشو اللي صابك هالشيء؟ صراحة أنا معاي سرطان. اسمع لا تقعد تخوث علي الشيع، مرة بتقول سرطان، مرة بصير تعرج، مرة بصير تلقحقح. اسمع الشيع، إن صمتك شف بقلبك عنز. معليش كلمة على انفراد. اسمع لا تطلع عصبيتي الشيع، إن شاء الله معاك إيدز، بدي أذبحك يعني بدي أذبحك. بصراحة أنا نازل للانتخابات.